السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في حافظ محمد شريف الإسلام 6 سورة المجادلة 9 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى" واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم يا. أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول، ومعصية الرسول، ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر والتقوى. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس ليحزن الذين آمنوا وليس ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله بضارهم شيئا إلا بإذن الله بضارهم شيئا إلا بإذن الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى" واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون